لو أنت القاضي والمتهم هو ابنك متهم بالإعدام، كيف راح تطلقين قرار الإعدام وأمامك ابنك، ظنات روحك نفسك، كيف راح تطلقين القرار؟ يعني بصراحة هو لازم أكو حل، لأن ما ممكن الأم تحكم على ابنها بالإعدام. فبهاي الحالة يعني أتنازل عن القضية، أحولها لغير قاضي ما تقدر 100%. مثل الدكتور من يريد يسوي عملية لابنه ويخاف، له يعني من مش قد ما حريص على ان ابنه يروح يخطأ بشيء، فيحولها همين على دكتور انه ضامنه. يعني الحمد لله. اذا ترفضين اكيد اطلاق الحكم اكيد. وتستبدلين تخيلين الموقف، تتخيلين الموقف؟ دا اتخيل، بس ان شاء الله ما يصير. لا يعني بتخيل، يعني حتى لو كان عمل مثلا انه لا. يجي يدور انه أي. انت تطلقين قرار الحكم على ابنك. شوف، بالعمل ضروري انفذ مثل ما بالسيناريو. يعني اذا قالوا حكمي وانت مبين مقهوره، خلاص حكمي علي بالاعدام، حأدي انه انا مقهوره ومتأدية انه انا بدي احكم على ابني، بس اصدر الحكم، اصدره بقساوه، انه انا قساوه على قلبي مو بس على الظنه.